جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. فرحتوني برجعتكم سوا. كل شي صار بسبب أنيتا ويوفي، واتنيناتكم اضطريتوا تروحوا على السجن. نحنا كتير كنا متضايقين عليكم. عمتي انتي لازم تكوني مبسوطة، المهم نحنا كنا مع بعض، ما بهم إن كنا بسجن أو بقصر، ما بتفرق معنا. وبالمناسبة كان لازم تشوفوا حالة يوفيناج، كيف انصدم وراح يجن لما شافنا سوا بالسجن مع بعض. قام فوراً راح سحب الشكوى، لأنه بيعرف إنه طول ما نحنا سوا ما حدا بيقدر يأذينا. رديت له إياها بطريقة حلوة. يلا تعالوا خلونا نفوت. أنا آسف يوفي، انتبه وأنت عم تمشي. توينكل حبيبتي، صار لك أي شيء قولي، أنت منيحة؟ نعتذر بس مو بقصده، يوفي ناج ما شافك وهو مارق، من شان هيك دفشك وما انتبه. توينكل كونج، أنتوا روحوا على غرفكم يلا، لازم ترتاحوا. استني دقيقة توينكل. توينكل، أنت هلأ زوجك مو كونج، يوفي ناج زوجك. اسمعيني منيح، أنت أبداً ما عندك الحق إنك تضلي هلأ بعلاقة مع كونج. أنتوا الاثنين صار في بيناتكم مشكلة، وهلأ أنت لازم تسامحي لأنه زوجك. يعني بالآخير أنت ويوفي عرسان جداد، فهمان علي شو قصدي؟ فهمانة شو بدك تقولي، لأنه أنت يا أنيتا تفكيرك كتير محدود، والزواج ما بيعني لك غير شغلة واحدة، أني سامح يوفيناج حتى لو كان هو الغلطان، وابنك كمان بيفكر بنفس الطريقة. إيه، ومشان هيك هو كان دائماً يعمل خطط قبل الزواج وبعد الزواج. وشيلينا من هاي العلاقة، بس علاقة الزوج والزوجة لازم يكون بيناتهم احترام وثقة كبيرة وتضحية كرمال بعض.